السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم جديد لكم بفيديو جديد ومود جديد من لعبة GTA 5. يا سلام عليك. حسنا يا رفاق، هذا سيكون أول مود GTA 5 سأقوم به على القناة فمثل ما وعدتكم في الفيديو السابق الخاص بتختيم لعبة GTA 5، طلبت منكم يعني أن تكتبوا لي ما هو المود الذي سوف أقوم بعمل به ويكون أول مود أبدأ به يعني في القناة بالنسبة لـ GTA 5. فالصراحة أتفاجأ عندما وجدت أنكم تريدون مني، يعني الكثير منكم يريد مني أن أقوم بعمل مود المينيو ومود وش اسمه مود النوكليف كذلك. بصراحة مع أن الصراحة يعني العثور على مود المينيو أو تنصيبه أمر سهل جدا، أسهل من أي شيء في العالم، هو تركيب مود المينيو والنوكليب. فالصراحة أنا توقعت يعني أن تطلبوا مني يعني مود مثل سبايدر مان، ايرون مان، سوبر مان، حتى انني وجدت يعني تعليق واحد عليه ستة لايكات وكتب لي نريد يعني مود تانوس. فالصراحة كنت يعني اشتغل على ذلك المود، وعندما رجعت للقناة وجدت انكم تريدون كثيرا مود المينيو. المهم مثل ما وعدتكم سوف اوفي بوعدي، وصاحب التعليق الحاصل على اكبر عدد لايكات سوف اقوم بالمود الذي يطلبه مني، وهو مود المينيو وكذلك مود النوكليف. وأيضا هناك بعض التعليقات يعني يريدون مثل مود السرعة، مود الطيران، مود القفز، يعني شيء كهذا. هذه كلها موجودة في مود واحد وهو مود المينيو. فأعرف بأن الكثير منكم سوف يكتبوا لي مرة ثانية في التعليقات يا يوبي اعمل، لماذا لم تعمل طريقة تركيب المود؟ حسنا سأضع لكم طريقة تركيب المود في الرابط في الديسكريبشن لمن يريد طريقة التركيب، فليدخل ويضغط على الرابط ثم يقوم بتحميل طريقة التركيب. أما بالنسبة لطريقة التحميل فهي سهلة جدا، سأضع لكم روابط تحميل المودات يعني مباشرة. المهم بعد أن تقوم أنت بتحميل المود وتركيبه، طبعا تضغط معي على F8 كذا، قمنا بتفعيل المود المينيو ونضغط على F8 مرة ثانية، وهذا هو المود. مبروك عليك، يمكنك الآن التحكم في اللاعب في أي شيء في لعبة GTA San Andreas. الصراحة هذا المود المينيو سوف ينفعنا كثيرا في عمل تجارب، في عمل الكثير من الأشياء، لأن هذا هو دور المود المينيو، يسهل عليك الكثير من الأشياء. المهم دعونا ندخل الى بلاي. الصراحة لحد الان انا الصراحة لم اقم باستكشاف هذا المود بالكامل، شغلته مرة واحدة وعرفت يعني كيف اقوم بوش اسمه فيه، يعني هذه القائمة اعتقد انها خاصة باللاعب. هذه الاشياء كلها الصراحة انا لم اكتشفها بعد، صدقوني والله انا هذه الاشياء كلها انا لم اكتشفها بعد، لأنني كما تعرفون للتو حملت اللعبة وللتو شغلتها، أنا فقط أعرف كيف تقوم بعمل الوش اسمه الحياة الدائمة، تشغل فيها الحياة الدائمة، أيضا كيف تقوم يعني بالسرعة. الصديق الذي يريد مني أن أعمل يعني مود وش اسمه مود للسرعة، هذه هي السرعة يا صديقي. انظروا معي، من هذا؟ هذا الأمر لن أجيبه الآن. أي ماذا حصل؟ شوفوا معي، تضغط معي على شيفت ثم يركض بسرعة. أوه لا دمي كيف نقص دمي؟ لحظة أنا فعلت الموضة الحياة الدائمة يا أخي أنا فعلت موضة الحياة الدائمة. هذا يختفي، شوفوا معي يستطيع أن يختفي. يا جماعة كيف استطيع تفعيل مود الحياة الدائمة؟ يلا انهض. والله وقعت في مشكلة، لا اعرف ماذا حصل معه، لكن لا اعرف لماذا يحترق اللاعب، لماذا اللاعب يحترق؟ هذه الصراحة لا افهم، اكتبوا لي في التعليقات يا رفاق اذا كنتم تعرفون، الصراحة لا اعرف ماذا حدث مع اللاعب. هذا بارن مود. اوكي حلو. وهذا ماذا تكون هذه؟ لا اعرف هذه مفعلة من يعني تلقائيا، لا اعرف الصراحة ما هي. يلا انهض انت بخير الان.
ماذا حصل؟ يا جماعة لحظة أعتقد أني ضغطت على شيء ما بالخطأ. لا أعرف الصراحة ماذا حدث لكن الصراحة الأمر غريب جدا. شوفوا هكذا يستطيع القفز. يا سلام، هذه القفزة الطويلة. بالنسبة للطيران لا أعرف كيف أقوم بتشغيلها بصراحة، فدعونا نقوم باستكشاف الصراحة هذه القائمة. لا أستطيع يعني الصراحة أن أقوم هنا فلاي أوتو وهنا فلاي مانوال. أوكي، دعونا نقوم يعني بهذه كذا ونشوف كيف نستطيع التحكم فيه. كيف أستطيع التحكم في بالطيران يعني؟ لا أعرف الصراحة كيف يطير يعني. كيف أتحكم فيه يعني أن يطير، لكن لا بأس. دعونا ننتقل إلى الأشياء الأخرى، لأن الصراحة هذا المود كبير. هذه وش اسمها هذه؟ أوه هكذا يطير يعني تلقائيا. أوه طار تلقائيا مسكين. أوكي لنرى. هوب، لا أعرف الصراحة كيف يطير. هذه لا أعرفها الصراحة لأنني لم أكتشفها بعد. المهم دعوني ألغي التفعيل هنا يعني. wanted level، تختار كم من الليفل تريد أن يكون عندك مثلا. سنجعل الأمر أن يكون ممتعا. يلا تعال، يلا أسلحة. أين الأسلحة؟ نسيت أهم شيء يعني الأسلحة. دعونا نرجع للخلف نختار هذه. نعطي لأنفسنا جميع الويبنز. give all weapons. هذه هي. أوكي الآن عندنا جميع الأسلحة. هنا infinite ammo. هنا يعني الذخيرة لا نهائية كما تعرفون. هذه الأشياء explosive أعتقد. explosive ammo لا أعرف، أعتقد أنها يعني الطلقات ستصبح يعني تفجيرية مو يعني. فدعونا نقوم بالتجربة. كما توقعت. يا سلام عليك. اقفز حبيبي اقفز. لا نستطيع اطلاق الرصاص يعني اطلاق النار في الهواء. لا نستطيع. بوم. الامر اصبح ممتع جدا يا رفاق، والله الامر اصبح ممتع. ابتعد، انقلع من امامي. يلا. الامر جميل جدا والله، الامر ممتع. اين الهليكوبتر التي تزعجني؟ اين هي؟ تعالي. بوم، ضربة واحدة او ضربتان ثم فجرتها. يا سلام عليك. سافجر هذه الحافلة. فلمن يريد تحميلها سوف يجد رابط المود اسفل الديسكريبشن. والطريقة الصراحة طريقة تركيب المود مرة سهلة جدا، واعرف ان الكثير ومع ذلك اعرف ان الكثير منكم سوف يقولوا لي يعني لماذا لم تضع طريقة التركيب. طريقة التركيب هو ان تقوم بنسخ تلك الملفات التي قمت بتحميلها ولصقها على الله. استطيع تدمير القطار بهذه الطلقات؟ لا نستطيع. ولصقها على المجلد اللعبة. وطبعا سوف أضع لكم، بما أن الفيديو سوف يكون صغير جدا، سأضع لكم رابط الفيديو أسفل الديسكريبشن لمن يريد تحميله ويعني وتركيب المود يعني. لمن لا يعرف طريقة تركيب المود فهي سهلة جدا، مع ذلك سوف أضع لكم الطريقة. المهم هذا لا يهمنا، دعونا نكمل ما بدأنا فيه. يا السلام عليك. دعونا نقوم ب يعني نستدعي سيارة ما، نضغط على باك سبيس ثم هنا التليبورت. إذا أردت الانتقال إلى أي مكان هنا باستخدام الويت بوينت في الخريطة، تضع ويت بوينت في الخريطة ثم تضغط على هذه ثم تنتقل إلى أي مكان. وأيضا فيكل، هنا الفيكل. سنقوم باستدعاء سيارة. كيف نستدعي سيارة؟ فيكل سباونر. نعم هذه هي فيكل سباونر. هنا على ما اعتقد انواع سيارة. نعم السيارة السوبر. يلا الصور لماذا لا تظهر معي الصور؟ هذه هي واحدة. شوفوا السيارة. وداعا يا شرطة. يا سلام عليك. ابتعد عني. لا أستطيع إطلاق النار من السيارة، لماذا؟ لا أستطيع.
أستطيع. يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام. وقبل أن أنسى هذا الفيديو سوف يكون طويل جدا، لهذا سوف أنتقل إلى الأشياء الأخرى. لكن الصراحة الأمر أجده ممتع جدا، لكن لا أستطيع يعني مقاومة نفسي. بالنسبة للأشخاص الذين يسألونني عن مود النوكليف، فهو موجود في نفس في المينيو، في المود المينيو. تأتي إلى هنا ميسك أوبشنز، ثم تبحث يا رب ما أكون نسيتها، يا رب لا أكون قد نسيتها الصراحة. نعم هذه هي موجودة في الآلة. فقط تقوم بتفعيل هذه كذا، حلو. ثم تخرج من قائمة المينيو، تضغط على F3 ومبروك عليك مود النوكليب. عندي فكرة يا جماعة، سأذهب إلى أطول بناية في لعبة GTA 5، الميز بانك التي لطالما حلمت بأن أزور أن أقوم بزيارتها في لعبة GTA 5. الآن عرفت لماذا يسمونها الميز بانك، لأنها مكتوبة في GTA 5، ولهذا يسمونها في GTA San Andreas هي أيضا الميز بانك. حسنا فهمت الآن. تأتي إلى هنا ثم تضغط على F3 مرة ثانية لكي تنزل في المكان الذي تريده. هذه هي مود القائمة، والصراحة أنا سأترككم الصراحة المود، كما قلت لكم مود قائمة المينيو هذه فيها الكثير 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 من الأشياء، فيها الكثير من الأشياء، فيها استدعاء إذا أردت أن تستدعي الأوبجيكتيف يعني الأشياء، أو لا أعرف بالضبط لكن سأريها لكم. أي شيء تريد، هذه هي سبونر أوبجيكت، أي شيء تقوم فقط بالتفعيل كذا، تضغط على هذه الدائرة تتحول إلى اللي وش اسمه، ثم تضع هنا أي شيء تريد أن تقوم يعني. الصراحة والله نسيت كيف كانت تشتغل. على العموم دعونا نضغط على انتر. بيد هنا نعم تختار ماذا تريد، انزال سيارة، انزال ناس، انزال اوبجكت. الصراحة هناك 15746 اوبجكت هنا، شيء يمكنك انزاله، لكن الصراحة لا اعرف انا لماذا لا يشتغل معي، فهذا سأبحث عن الحل مرة ثانية، سأبحث يعني انا هذه المشكلة انا لا اعرف الصراحة. هنا بيد، اذا اردت هنا تختار حيوانات يعني قطط ابقار، اي شيء تريدونه موجوده هنا، حيتان. اوه هل هذه موجوده في لعبه GTA 5؟ يا سلام، هذا الحوت موجود في GTA 5، يا سلام. قلت لكم بان GTA 5 مليئه بالاشياء الممتعه، وعندما اقوم يعني بتختيمها بالكامل سوف نقوم باستكشاف هذه الامور بالكامل. يو السلام عليك. يلا افتح الحقيبة. والله هذه اللعبة تذكرني فقط، مثل النزول في بابجي. يا سلام عليك والله الامر مبدع. اعتقدت بانني ساسقط. اوكي رفاق، كما ترون هذا هو المود يعني قائمة المينيو او مود المينيو بشكل عام. هناك الكثير من الأشياء، قم أنت بالبحث عنها أو قم بتجربتها واحدة تلو الأخرى حتى تقوم باستكشافها بالكامل، لأنني إذا أتيت يعني أن أقوم باستكشافها معك بالكامل فالأمر سوف يأخذ مني على الأقل يعني 3 ساعات أو أكثر. فالمود كبير جدا يا رفاق، يعني المود يحتوي على بحر من الأيقونات، يعني حتى تنهيه تحتاج إلى شهر واحد لكي تقوم بإنهائه، يعني إنهاء المود يعني واستكشاف جميع الأشياء الموجودة فيها. على العموم هنا وصلنا لنهاية الفيديو، فأتمنى أن يعجبكم هذا المود، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا باللايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.